بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الناس دائما وفي كل زمان كانوا يبحثون عن الرب لا عن الإله، فالإله هو من الأمور الثابتة البينة التي لا تحتاج إلى دليل ولا إلى برهان، إلا أن مسألة الربوبية هي التي يكثر الحديث حولها، حتى أن البعض من الناس راحوا يدعونها أنهم هم الأرباب في الأرض. ولهذا نجد أن مسألة الألوهية، مسألة الخالق سبحانه وتعالى لكل عالم الإمكان، هي من المسائل الثابتة التي لا تحتاج إلى دليل، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من آية، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا الوجود لا تصح نسبته إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وكل نسبة غير هذه النسبة هي نسبة باطلة لا يقبلها العقل ولا تقبلها الفطرة الإنسانية. فالناس يؤمنون بالخالق سبحانه وتعالى، ولكن كما ذكرت المشكلة هي في الربوبية على هذه الأرض. لذلك بعض الناس يفصلون بين الألوهية والربوبية، وهذا من أبرز مظاهر الشرك، لأن التوحيد الخالص لا يتحقق إلا بتوحيد الألوهية والربوبية. أما هذا الفصل فهو فصل غير صحيح، فصل باطل، ويوقع الإنسان بالشرك. ولذلك دائما المؤمنون يوحدون بين الألوهية والربوبية، كما في هذه الآية المباركة: فرعون الطاغي الذي يدعي الربوبية في الأرض راح يسأل موسى وهارون عن ربهما، هذا الذي جاء ليبلغ عنه ويأمر الناس باتباعه: من هو هذا ربكم؟ قال: من ربكما يا موسى؟
حينئذ أجاب موسى عليه السلام بهذا الجواب الدقيق الذي يعبر أصدق تعبير عن التوحيد الخالص، حينما قال له: قال ربنا الذي خلق قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأشار إلى أن الربوبية هي لله سبحانه وتعالى ولا تصلح لغيره، هذه الربوبيات التي هي من دون ربوبية الله هذه أفسدت عقول الناس وأفسدت أرواح الناس وأفسدت حياة الناس. فإذا ما أراد الناس أن يعيشوا الصلاح في كل مساراتهم ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى، التي تعني أنهم يلتزمون بمنهج الله في حياتهم. هذا هو معنى الربوبية، الالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الربوبية. والالتزام بمنهج الله هو الذي يصلح حياة الناس، وهو الذي ينسجم مع منطق العقل السليم ومع توجهات الفطرة الصادقة السليمة. وبالتالي يجد الناس في ظل ربوبية الله لهم يجدون إنسانيتهم ويجدون استقرارهم وتوازنهم الروحي والنفسي والعقلي، لا يجدون شيئا مضطربا في حياتهم. فلذلك المؤمنون دائما يؤكدون على هذا التصور، على هذا المعنى، بأن الرب الذي يدبر شؤون العباد هو الرب الذي يدبر شؤون الكون. لا يستطيع أحد أن يدعي بأنه يدبر شؤون الكون، يدبر شؤون ظاهرة واحدة من الظواهر الكونية، ليس بمقدور أحد مهما أوتي من العلم ومهما أوتي من الإمكانات والقدرات أن يدعي بأنه يتدخل في إدارة شؤون هذا الكون. هذه الإدارة هي لمن خلق هذا الكون، الذي خلقه هو الذي يدبر أمره. وبالتالي إذا ما أراد الناس أن ينسجموا مع الكون، مع المسيرة الكونية، وأن لا يتحركوا بحركة تبعدهم عن الانسجام مع الكون، ما عليهم إلا أن يلتزموا بربوبية الله سبحانه وتعالى في حياته. وإلى هذا المعنى دائما يؤكد القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذه القولة، على مضمون هذه القولة، استقاموا على منهج الله في حياتهم، هؤلاء
لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، هؤلاء لا يسقطون أمام الضغوط والتحديات، هؤلاء لا ينهارون أمام أهوائهم وميولهم وغرائزهم، وإنما يمتلكون القوة والقدرة الكافية على محاربة كل أشكال الضعف في حياتهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على مضمون هذا القول، تمسكوا بمشروع السماء ولم يبتعدوا عن هديه، عن هدي السماء، هؤلاء يعيشون في حالة من الاستقرار ومن القوة ومن المنع، وهؤلاء لا يحزن، مثلما أنهم لا يخافون من عوامل الضغط والإكراه وعوامل الضعف الداخلي، لا يخافون من هذا، كذلك لا يحزنون على ما أصابهم في هذا الطريق، لا يحزنون لكل ما يرونه من إسقاطات، من تداعيات في حياتهم، لأن كل الذي يروه هو من أجل الله وفي عين الله، لهذا لا يحزنون. هؤلاء يحولون هذا التحدي الذي يعيشونه ويحولون بعض مظاهر الخسائر المادية في حياته، يحولونها إلى فرص في الحياة من أجل أن يغنوا حياته، أن يطوروا حياته. هذه هي سيرة المؤمنين. فلذلك هذه الآية المباركة تشير إلى هذا المعنى، وقد تضمنت أمراً آخر، قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الدعوة وهذه القضية معها برهان، يعني من حق الطرف الآخر أن يسأل ما الدليل على أن الرب في حياة الناس هو الخالق سبحانه وتعالى، ومن هو هذا الخالق الذي له الربوبية في الأرض في حياة الناس، من هو؟ حينئذ موسى عليه السلام وفي هذه الآية ذكر دليل. ما هو الدليل؟ الدليل هذا النظام وهذا الإتقان الذي لا نظير له، لا مثيل له، الموجود الذي يراه كل الناس في هذا الوجود، في هذا الكون. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطاه على مستوى التكوين من الخلق ما يمكنه من أداء دوره ووظيفته في الحياة، ووظائف هذه المخلوقات مختلفة، وظيفة الحيوان غير وظيفة الإنسان، وظيفة الملائكة هي غير وظيفة الإنسان والحيوان. الله سبحانه وتعالى وبناء على تنوع هذه الوظائف أعطى كل مخلوق من الإمكانات في نفسه، في عقله، في جسده،
ما يمكنه من أداء دوره، من أداء وظيفته. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء، كل شيء، كل مخلوق، أعطاه ما يصلح له حاله وما يمكنه من أداء دوره ووظيفته. وهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي أوكل إليه الباري سبحانه وتعالى وظيفة هي من أهم الوظائف ومن أعقدها، لهذا نجد أن هذا المخلوق منح من الإمكانات ومن القابليات في عقله وفي روحه وفي جسده ما لم يعط لغيره من المخلوقات الأخرى، ومنهم الملائكة. الملائكة لا يمتلكون ما يمتلكه هذا الكائن من إمكانات في العقل، في الروح، في الجسد، إمكانات هائلة وإمكانات دقيقة وإمكانات متناسقة تمكن هذا الإنسان من أداء دوره الذي هو من أهم الأدوار وأقدسها. دور هم مهم، هم مقدس. لماذا مقدس هذا الدور؟ لأن هذا الإنسان يقوم بدور الخلافة عن الله في أرضه. ماكو دور أقدس من هذا الدور. هذا يقوم بهذا الدور العظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى وإذ قال، يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة. ولذلك راح يزاحمونه لهذا الخليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ المفروض هذا الدور إلمن، الدور إن، لا لهذا الذي يسفك الدماء ويفسد في الأرض بحسب فهمه. إذن هذا الدور الذي كلف به الإنسان في الحياة هو من أهم، لا تقوى عليه الملائكة بحسب تكوينه، بحسب تكوينه لا تقوى عليه، لا يقوى عليه إلا هذا المخلوق الفريد الذي لا نظير له في عالم الإمكان، ما إلى نظير. فهذا الدور بالإضافة إلى أنه مهم فهو مقدس، ومن خلال هذا الدور وما أعطي الإنسان بسببه من إمكانات وقابليات يتضح لنا بصورة جلية قيمة هذا الإنسان في التصور الإسلامي، في الفكر الإسلامي. قيمة هذا الإنسان عظيم، كما أن دوره عظيم ودوره مميز، كذلك هي الأخرى قيمته عظيمة ومكانته مميزة في
عالم الإمكان، لا يتقدم عليه أحد أبداً. وهذا التقييم أو هذا النوع من التقييم للإنسان لا نجده في أي فكر أو في أي ثقافة قديمة أو معاصرة، ما إلى هذا هاي المكانة ما موجود. ماذا يقول عنه المعاصرون؟ لا نريد أن نذهب إلى الماضي. ماذا يقول عنه المعاصرون؟ ما هي قيمة هذا الإنسان في تصورهم، في مناهجهم، في ثقافتهم؟ ما هي قيمته؟ الماركسية تقول بأن هذا الإنسان هو رأس مال، ولكنه أثمن رأس مال، لكنه لا يخرج عن هذه الحدود. رأس مال. بربك قل لي، هذا خليفة الله، خليفة القوي القاهر فوق عباده، هذا خليفة الرحمن الرحيم، خليفة العليم الحكيم، المأمور من قبل من استخلفه في الأرض أن يتخلق بأخلاق الله وأن يسعى باتجاه المطلق ليتخلق بأخلاقه من القدرة ومن الحكمة ومن العلم ومن الرحمة وإلى غير ذلك. هذا الفهم للإنسان، لقيمة الإنسان في التصور الإسلامي، يساويه قولهم الإنسان أثمن رأس مال، هذا يساوي هذا الإنسان هو أغلى من كل شيء وأفضل من كل شيء. هذا الإنسان عظيم في نظر الله، ولهذا لهذا الإنسان الله تعالى أسجد الملأ الأعلى، أسجده لهذا الإنسان. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، الملأ الأعلى في خدمته. هذه نظرة لا توجد في غير الإسلام أبدا. ولذلك هؤلاء الذين ينتحلون مثل هذه الاتجاهات الفكرية والثقافية يحطون من قيمة هذا الإنسان. أما الرأسمالية القذرة البشعة تضعه في معادلة العرض والطلب، هذا الإنسان في معادلة العرض والطلب، إلى قيمة وما إلى قيمة، كريم ومنحاط بحسب الأحوال
الاقتصادية بحسب الظروف وبحسب المصالح المادية. لهذا هذا الإنسان في مهب الريح صاعد نازل. من وجهة نظري هؤلاء، فلذلك موسى عليه السلام حينما خاطب فرعون هذا الذي يدعي الربوبية في الأرض قال لربنا الله، الله ربنا الذي يعامل جميع خلقه بالسوية ولا يفرق بين واحد وآخر، الذي يرحم الجميع ويرعى الجميع، هذا ربنا. وبالتالي منهجه هو الذي يصلح حياتنا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أنا من هذا المسار، أنا من هذه الثقافة، الثقافة الإنسانية، الثقافة الإلهية. فقالوا له، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، وهذا ما لا يماري فيه أحد، ثابت. الإنسان حينما ينظر إلى صفحة هذا الوجود يشوف موزون بدقة، وكل شيء فيه بقدر، لا زيادة ولا نقيص، باعتدال. ظاهرة النظام الكوني هي من الظواهر الموجودة في هذا الكون والتي يدركها الناس، كل الناس على اختلاف مستوياتهم العقلية والعلمية. هذا النظام موجود، ودليل النظام في هذا الكون هو من جملة الأدلة التي تساق لمن يماري ويجادل في وجود الله. يقول له هذا النظام دال على وجود منظم، ودال على وجود منظم حكيم، ولا يمكن تفسير هذا النظام بأي تفسير غير التفسير الإلهي، لأن هناك من يحاول تفسير النظام الكوني على أساس الحركة العشوائية الموجودة في هذا الكون في المادة، وأن هذه الحركة وعن طريق المصادفة والاتفاق أنتجت هذا النظام. وأي نظام هو هذا النظام الدقيق، هذا النظام المعجز، نشأ عن طريق الحركة العشوائية وبالصدفة، مو نظام مقصود بالصدفة، هذا معناه مو نظام مقصود، مو نتيجة تخطيط وإرادة إلهية، هذا حصل عن طريق الحركة العشوائية ومن خلال الصدفة وجد هذا النظام.
بشرفك، أكو عاقل بالدنيا يعني يقبل بهذا التفسير ويقتنع بهذا التفسير؟ أكو عاقل في الدنيا؟ وحتى على مستوى العلوم الطبيعية وعلى مستوى الرياضيات، هذا القول يمثل ضرباً من ضروب المستحيل، هكذا يقول، لأن هذا الكون بهذه السعة وبهذه لا أدري الآلاف أو الملايين من الظواهر، هي مو ظاهرة واحدة ولا اثنين ولا عشرة ولا مية، آلاف لربما ملايين من الظواهر، وكلها متقنة وكلها خاضعة لقوانين كونية صارمة. هذا كله نتج عن طريق الحركة العشوائية. أنا هذا على طول ذكر المثل اللي هم يذكروه علماء الرياضيات، يقولون لو نجيب كيس ونضع به 10 قطع مرقمة من 1 إلى 10 ونريد من خلال حركتنا هاي العشوائية، هي من خلال الحركة العشوائية في هذا الكيس ندخل يدنا ونخرجها، ندخل ونخرجها، نريد بهذه القطع 10 الموجودة في داخل الكيس أن تخرج مرتبة من 1 إلى 10. كم هي الفرصة الاحتمالية لخروج هذه الأرقام مرتبة وهي 10 أرقام؟ فرصتها الاحتمالية ايش كثر؟ 1 فرصته الاحتمالية 10، 2 فرصته الاحتمالية 100، 3 فرصته الاحتمالية أظن 10,000، والأربعة ايش كثر؟ 10,000 في نفسها ايش كثر؟ والخمسة الناتج في نفسه، 10 نحتاج إلى 1 وإصفار منا إلى القمر. ولذلك يقولون هذا أمر محال، لا يمكن تفسير هذا النظام الكوني الدقيق تفسيره بهذه الطريقة، وأنه نتيجة حركة عشوائية وعن طريق المصادفة حصل هذا النظام الكوني، هذا النظام الذي أشار إليه موسى عليه السلام بقوله قال ربنا الذي أعطى كل شيء. شوف كل شيء متقن، ما في نقص، ما في خلل، وهو موضوع في موضعه الطبيعي في مكانه الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعاً بهذا الحديث، وخصوصاً شبابنا الذين ابتعدوا عن دينهم وراحوا يشككون في صلاحية هذا الدين وفي سلامة هذه المعتقدات، لا لشيء إلا لأنهم عاشوا تجربة
سياسية فاسدة. وبسبب هذه التجربة السياسية الفاسدة التي أصحابها كانوا وفيما مضى يحملون المشروع الإسلامي ويرفعون الشعار الإسلامي، ولكنهم وبعدما أن تمكنوا تخلوا عن كل شيء. ومن ما يؤسف له أن هؤلاء حتى أنهم فقدوا بصيرتهم وما راحوا يعرفون الواقع الذي يعيشون فيه على نحو دقيق من أجل أن يضعوا الخطة الملائمة لمواجهة هذا الواقع. اليوم وقبل اليوم منذ أيام ونحن نرى كيف أن الظاهرة الداعشية الإرهابية التي ألحقت بالعراق وبشعوب المنطقة والعالم الإسلامي أضراراً بالغة، هذه الأضرار في الدين أولاً وقبل كل شيء، لأنها شوهت صورة الدين وصورة المشروع الإسلامي وأسقطته، بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقتها بهذه الشعوب التي ما أعطيت في يوم من الأيام فرصة للنهوض، فرصة لتعالج أوضاعها الاقتصادية والسياسية وفق مشروع صحيح. ما أعطيت منذ ما يسمى بالاستقلال، الاستقلال الشكلي، الاستقلال الصوري الذي لا حقيقة له. منذ ذلك اليوم ونحن يتلاعب بنا المستكبرون، وهم الذين يرسمون لنا سياستنا في الداخل والخارج، ولم يكتفوا بهذا وإنما راحوا يسلطون علينا قوى ظلامية دمرت بلداننا، مزقت نسيجنا الاجتماعي. وهذا الواقع السيء الفاسد ينبغي على الجميع أن يتعاملوا معه بصدق وبموضوعية، وهم ليس بمقدوره أن يواجهوا هذه الحالة ويحافظوا على البلاد والعباد إلا بوحدة موقفه. هاي الوحدة الغير موجودة، ولحد الآن رغم الخسائر الكبرى، رغم التضحيات، رغم نزيف الدم، نجد أن هؤلاء متنافرون، لا يفكرون تفكيراً سليماً من أجل أن يضعوا برنامجاً موحداً لمواجهة. والله لو أنهم اتفقوا وكانت لهم رؤية واحدة لما استطاعت كل قوى الشر أن تكسر شوكتهم، لكنهم ضعفاء. لماذا؟ نتيجة تشرذمه. ولحد الآن ما أكو بالأفق بارقة أمل أو مؤشر على أن هؤلاء
سيتعاملون مع هذه الظاهرة بجدية، ويتفق كل يغني على ليلى، وكل واحد عنده حلفائه، والكثير من حلفائنا في الإقليم وفي العالم هم أعداؤنا، أعداء وجودنا، أعداء قضيتنا، ولكننا نتحالف معهم. متى يتفق هؤلاء؟ أنتم مسؤولون يا ناس، يا أحزاب، يا حزب دعوة، يا مجلس أعلى بكل تلويناته، يا تيار حكمة، يا تيار صدري، يا غير هذه المكونات المؤثرة، اتقوا الله في العراق، اتقوا الله في الناس. أنتم بتشرذمكم هذا ستزيدون من محنة الناس ومن مشاكل الناس، لكن بوحدتكم تستطيعوا أن تعالجوا قضايا الناس. لماذا لا تقفوا موقفا واحدا؟ لماذا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونرجو أن يكون هذا النداء مسموعا من قبل أصحاب القرار. إحنا بس نصيح، إحنا ما بيدنا شيء، لكن من بيده موشي أشياء الذين يتمكنون من فعل شيء من مصلحة العراق والعراقيين عليهم أن يتقوا الله، أن يخففوا من معاناة الناس. أنا هذا الخط ما أعرف أقرأ. دكتور مكي يقول هل هناك فرق بين اختلاف البشر لله؟ يعني هل يمكن أن نقول أن من يبعثه الله كرسول أو نبي هو الخليفة الحقيقي لله وإستفاء للبشر، هم خلفاء بالمعنى أو خلفاء بالمعنى الخلافي فقط، وليس خليفة حقيقي أو واحد؟ وإذا سكى وسكى في دور الثلاثة، لماذا قال الله البعض من سكى كأنبياء ورسل أي خلفاء حقيقيون ولم يخترق آخرون، لأن الخليفة هو المجسد دور الله في الأرض؟ المفروض تقرأها بالسماعة حتى الناس المتابعين يفتهم. إيه تعال اقرأها، شكو بي. السؤال مشكلة في اللحن، قاعد عند البيت الشيخ يسعود نحاول إحنا نجمع السؤال. إيه السؤال شو السؤال؟ السؤال طبعا سؤال ورد من الأخ أبو علي مكي، دكتور مكي كشكول، هل هناك فرق بين خلافة البشر لله؟ يعني هل يمكن أن نقول أن من يبعثه الله كرسول أو نبي هو الخليفة الحقيقي لله، وإن سائر البشر هم خلفاء بالمعنى أو خلفاء بالمعنى الاصطلاحي فقط، وليس خليفة حقيقي أو واقعي؟ وإذا تساوى البشر في دور الخلافة، فلماذا اختار الله سبحانه وتعالى البعض من البشر كأنبياء ورسل أي خلفاء حقيقيون ولم يختر الآخرون، لأن الخليفة هو من يجسد دور الله في الأرض؟ هذا السؤال يجاب عليه بالتالي، وهو جواب بسيط، أن الخلافة تطلق تارة ويراد بها
الخلافة بالمعنى الأعم التي هي ثابتة لكل إنسان. الناس كلهم خلفاء لله على أرضه وهم متساوون في هذا. بالمعنى العام للخلافة، ومرة الخلافة تطلق ويراد بها المعنى الخاص. هذا المعنى الخاص لا يصدق إلا على من أرسله الله سبحانه وتعالى رسولاً إلى الخلق، نبياً، كما هو في قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يعني داود هم خليفة بالمعنى العام، لعم باعتباره إنسان، أنه يعمر هذه الأرض، وأيضاً هو خليفة بالمعنى الأخص، أنه هو المدبر لشؤون الناس، الناقل لمنهج الله إلى الناس، فهو خليفة الله بهذا المعنى، ولا تعارض بين الأمرين، بين المعنيين. ماكو تعارض. ماكو بعد سؤال؟ ماكو؟ وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم وأمواتنا، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.